كومو مورنينغ شو على إذاعة إطرا ديوران يدو معكم اللي بغيتو اللي حبيتو مباشرة. هذا هو الكونتاكت. فؤاد شخبارك حبيبي؟ كلشي بخير؟ شكرا لله خويا مومو. بارك الله فيك خويا. مرحبا الغزال. مرحبا خويا. مرحبا. كلشي بخير خويا. شكرا لك بن قرير. سلام ناس بن قرير. بغيتي بارك الله فيك خويا. ميرسي. بارك الله فيك. بغيتي تعيط لنوال؟ دابا انت هذا الكونتاكت تعيط عندك بيزار وخصك ليا خويا. بغيتي تعيط لنوال اللي هي المرا اللي كنتي مزوج بها وانتم راكم مطلقين هذه عامين؟ ايه. بغيتي تعيط لها؟ واه مرحبا. علاش؟ بغيت نعيط ليها باش ان شاء الله تيق بيا انني غنرجع انا وياها. دابا واخا حنا مفارقين عامين ولكن تقريبا دابا شي عام وحنا كنتلاقاو كنشافوا على قبل البليات يعني باغاني وباغاها وبغينا نرجعوا لبعضياتنا. غير هي باقا خايفه لا نعاود يوقع علينا كيف الاول. مع دابا يلا تنصاوب واحد البروجي ديالي ان شاء الله واحد المحل ديالي بغيت نصلحه ونقاد فيه شي حاجه كبيعة وشرا. الله يكون بخير. وقالت لي هي دابا تتقاد المحل ديالك وانا معاك. هادشي اللي كاين ولكن مترده. كنحس بها مترده. واخا انتم عندكم بنيته انت وياها؟ واحد الاثنين شافها مرة 4 سنين. واخو وتلقى البنيته هي اللي عاود جمعاتكم عاوتاني؟ كتلقاو باش تشوفوها ياك؟ من طبيعه الحال. وابار البنيته ديك السيده ما نكذبش عليك تزوجت بها على حب وما عندهاش الاب ديالها ويتيما وهذه وقصه فهمتي اخي موم. الله يكملك بالخير اخويا. الله يسهل لكم الامور. الله يسهل الامور اخويا. دابا هي خاصها تكون خايفه دابا. تفارقت واحد وقع شي مشكل كبير ولا؟ لا ماشي شي مشكل. لا بالعكس. غير العائله كانت واحد الوالده عندي شويه ما نفهمهاش معاها وراك عارف وكنا ساكنين معاها ومن بعد عزلنا ما بقيناش ساكنين معاها سكننا بوحدنا. وبقات كتجي عندنا وبقات هذيك المشاكل ما تجيش عندنا لا تجي عندنا فهمتي كيفاش. صافي جات الوقت ديال الكونفيرمون ديال الكورونا عاوتاني ما بقيتش خدام. كنت خدام في واحد الشركه ما بقيتش خدام وصافي زادت المشاكل عاوتاني ديال المصروف وهذه وصافي. الله يسلمك. شفافات ووقع الطلاق. والام ديالك شنو قالت لك؟ ما شنقول لك الام ديالي كانت ضدنا الصراحه فهمتي. ودابا؟ دابا لحد الان هما ما باغينهاش ليا ولكن انا ما تيهمنيش الراي ديالهم يعني انا تنهم اللي تيهمني هو هذيك البنيه بغيتها تكبر معايا فهمتيني اخي بوم. واخا خويا. وفي اخبارها كنت تجلس معاها وكتهضر معاها في اخبار الوالده ديالك ولا اخبارها؟ في اخبارها. واش كتقول لك؟ ما تقول لي ما بقاتش كتقول لي حتى شي حاجه. كتقول لي انت شغلك هذاك اللي بغيتي دير في حياتك انت عارف. الله يجزيك فيها الخير حبيبي. الله يحفظك. الله يكبر بيك. دابا تقريبا نعيطوا لها قبل طلب الزواج دابا ان شاء الله. نعيطوا لها طلب الزواج نعيطوا باش تثق فيا وان شاء الله يكون خير. نعيطوا لنوال. الو نوال السلام عليكم. شخبارك لاله؟ بخير فهم الله. سلام الحمد لله. شكون معك؟ مو عرفتيني. اييه سي مو مرحبا. فهم الله. صحه؟ اييه كلشي بخير. لا بارك الله فيك. غادي انت راك معنا في الكونتاكت؟ وي. كاين واحد السيد اللي ما عيطنا باش نعيطوا عليك ولا عطانا نمره التليفون ديالك ويهضر معك قدام الجامع قدام المعنيين المستمعين المستمعات. واش ندوزو قبل ما تعرفي شكون ولا نقول لك شكون؟ الصراحه عرفت شكون. دوزو ليك. مرحبا. شكرا. هضر معايا فؤاد. الو صباح النور. صباح النور نوال. صباح النور. صباح بخير. الحمد لله بخير. انت مزيان؟ الحمد لله. امور في الخدمه كلشي بخير؟ كلشي بخير الحمد لله. انت مزيان؟ الحمد لله بارك الله فيك. احنا عيطنا لمومو اليوم باش يهضر معاك. نهار كبير هذا اللي هضرتي معايا انت سي مومو. نهار كبير هذا. مرحبا. قول لها فؤاد. قول لها خويا. قول لها عبر. عارفه هي كلشي. عارفه كلشي. عارفه بلي تنبغيها وتنبغي بنتي وبغيت نكون معاها وتسمح لي على اي حاجه وان شاء الله كنواعده بلي غنتبدل وشحال من حاجه غتبدل قدام الناس كاملين والملايين كاملين. تنقول لها بلي راه تنبغيها وبغيت بنتي تكون معايا ونكبر معايا ان شاء الله. دابا شنو قلتي؟ نقول نتمنى من الله الخير يا رب. حتى انا ما كرهتش ولكن نتمنى من الله الخير. هذا جواب بيزار غريب. الجواب هذا انا ما كرهتش ولكن يكون الخير. قابلو ولا ما قابلاش؟ واه خويا مومو اش غنقول لك؟ راه بيان سور اي وحده غادي تبغي تجمع مع راجلها وتكون معاها بنيتها وما عرفتش ولكن كيف ما عارف هو كاينه ظروف كثيره اللي ظروف انت عارفها ونعاود الخير. نوال ولا شوف دابا بلاتي هو راه عاودنا شنو كاين عاودنا شنو وقع وشنو كاين ياك؟ الانسان في الحياه خصو يعرف يتوكل على الله وتكون والنيه هذاك الشيء اللي كاين وديري النيه وتوكلي على الله ويكون الخير ان شاء الله يا رب. وان بعض الظن اثم. لا لا والله الا دارنا غير خير اقسم بالله دارنا غير خير لما راه الله مطالع بالقلوب باش نوفيها. اي والله يكمل لكم الخير. الله دابا انتم خاصكم ديروا واحد الجلسه تنظيميه
باش تنظموا الامور باش تكلموا على كل شيء باش تحطوا النقاط على الحروف وتعرفوا اش غادي ديروا ما تبقاوش بين قوسين اونتر بارونتيز ما مزياناش ما كتفعل والو ما كت ما كت ما كتعمر قفا ما كتعمر بحوره واش كيخويا ماكم حشمتو ماكم حشمتو ماكم حشمتو حشمتو ياك حشمتو الله يحفظك ونهار كبير من سمعنا صوتك ومرحبا بك في انجليزي مره خويا مرحبا جي حبيبي جي خويا مرحبا الراس والعين الله يكمل لكم بالخير حبيبي وعلمونا نهار نهار ان شاء الله يكون العقد الزواج يكون الزواج عاوتاني علمونا باش ما كان ان شاء الله مرحبا بك اخويا النيميرو ديالنا عندكم مرحبا بك ان شاء الله اخويا ماما نوال الله يسهل الامور يا ربي امين خويا ماما كبيره تبارك الله وفيك شكرا بزاف الله يحفظك الله يحفظك مرحبا الخير الجميع المحبه للجميع درنا الكونتاكت نعيطوا معكم اللي بغيتو ممكن 0 35 330 330